تمرض ولا تموت، هذه الجملة صارت حقيقة وواقعة لمسناها لمس اليد آخر سنتين، رغم الصعوبات المفروضة عليها والحصار الخانق. لكن هواوي لا تزال تحارب بكل الفئات، والجهاز اليوم مثال حي على نجاح تخطيط هواوي وذكائها، أو نقدر نقول ذهائها وحسن تدبيرها، لأن هذا الجهاز قادم لأسواقنا بهدف المنافسة والسيطرة على الفئة المتوسطة. أيضا هذه الفئة هي الأشد والأقسى بالتنافس ما بين الشركات، خصوصا الشركات الصينية واللي داخله كل هو بقوة بهذه الفئة. لكن هل الواي 9 جهاز مثالي من الأحلام؟ طبعا لا، لكن كقيمة مقابل السعر وفوقها اسم هواوي أعتبره خيار ممتاز بهذه الفئة. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم تجربة فتح صندوق جهاز هواوي البطل للفئة المتوسطة الواي 9 اي. ظلوا يعني. قبل ما أبدي بالفيديو أحب أن أنوه على نقطة صغيرة وسريعة، هذا الفيديو مخصص لاستعراض سريع لمواصفات الجهاز، لكن كتجربة كاملة ورأينا بالجهاز راح يجيكم فيديو قادم لاحق إن شاء الله، حتى ما يصير عليكم لبس، هذا مو التجربة الكاملة للجهاز في هذا الفيديو. طبعاً سلسلة الواي من هواوي انتقلت نقلة نوعية آخر سنتين من حيث المواصفات والأداء، وبالواي 9 اي، وهسه راح أقول لكم ليش. لكن من تفتح الباكيت راح تحس العلبة قوية ومتينة، وتجربة الفتح تحسسك بالجودة حتى بهذه الفئة السعرية. عينك راح تشوف مباشرة الجهاز الجميل، وكالعادة هواوي ضمنت العلبة كفر شفاف للجهاز يحمي استثمارك الجديد ويحافظ عليه من الخدوش. الشاحنة الجميلة والحديدية اللي راح تشوفها هسه هي من العيار الثقيل بقدرة 40 واط، اي اصدقائي 40 واط، واط ينطح واط، يعني نفس الشاحنة اللي موجودة بعلبة الميت 30 برو والبي 40 برو، لكن هذه قصة نرجع لها فد شوية. سماعات الاذن موجودة بالعلبة وبعض الكتيبات الورقية. اذا نخلي العلبة على صفحة ونرجع للوحش، وقصدي الواي 9 اي، جهاز جميل اداءه ممتاز يغطي العلامات الخمسة الأساسية للهاتف الناجح. الواي 9 اي مثل ما قلت لكم يغطي ويبدع بالعلامات الخمسة للجهاز الناجح اللي نعتمد عليها ونحتاجها كلنا كمستخدمين بتليفوناتنا، وما نقدر نتنازل عن أي جانب من عدها، لأن الواي 9 اي تصميما يجي بنفس تصميم إمبراطور الهواتف وأخوه الأقوى الميت 40 برو، بيد كاميرات دائري مميز. ورغم انه الواي 9 مصنوع من البلاستيك، لكن تصميمه جميل ومتميز وما الى اي منافس بهذه الفئة السعرية، شكله متفوق جدا وراقي، وما تحس الجهاز رخيصة بايدك، وبالعكس المصنعية قوية جدا. يجي الواي 9 ببصمة مدمجة بزر الطاقة وسريعة جدا كعادة هواوي. الجهاز خفيف ونحيف بايدك ومريح بالاستخدام حتى بايد واحدة. الاطار بلاستيكي لكن مطلي بفنش او مادة تنطي مظهر معدني لامع وجميل. الواي 9 اجى بشاشة LCD عملاقة كاملة بدون اي قطع او نوتش من اي طراز، وبمقاس 6.63% من الانج، تغطي لك اكثر من 90% من واجهة الجهاز. دقة الشاشة ممتازة عند الفول اتش دي بلس، دقة انتاج الالوان عالية جدا، وكثافة البكسلات ممتازة. راح تستمتع تماما بهذه الشاشة سواء بالالعاب او مشاهدة الفيديوهات. الألوان جيدة ودقيقة وتقدر تعدل عليها على ذوقك. هواوي من المصنع وضعت طبقة حماية زجاجية على الشاشة وياها الكفر الشفاف، ما راح تحتار نهائيا بحماية تليفونك من الخدوش. أداء الواي 9 اي سلس وسريع وفي كل المهام، وهذا هو المختصر المفيد. معالج فئة متوسطة، معدل مو نفس الموجود وتستعمله غير شركات، لكن هواوي عدلت وحورت عليه بحيث تحسن الأداء وبشكل كبير. لكن وهي نقطة انتبهوا لي عليها زين، وراح نتكلم بها مطولا إن شاء الله بالمراجعة التفصيلية. المعالج هو الهيليو G80 معمارية 12 نانومتر، قلتها وأعيدها، معدل عليه من هواوي حسب رؤيتها وتصميمها ونظامها التشغيلي، رام بسعة 8 جيجا وذاكرة 128 جيجا، حتى ينطيك أداء قوي وجدا في فئة السعرية ومستقر. واجهة الجهاز هي الأحدث من هواوي بكل ميزاتها، هذه الواجهة هي الـ EMUI 10.1 الأجمل والأقوى اللي تقدمه هواوي حاليا، بها العديد من الميزات، لكن هذه الميزات راح نتكلم عنها بفيديوهات قادمة منفصلة إن شاء الله حتى تستفادوا منها وتغير تجربتكم تماما لأجهزة هواوي. لازم أذكر النقطة الأهم بأي جهاز من أجهزة هواوي، أنه الواي 9 اي لا يدعم خدمات جوجل، لكن وهذه كبيرة اللكن،
راح نقولها بكل فيديو عن أي جهاز من أجهزة هواوي، لأن هواوي عوضت عن جوجل بخدماتها الخاصة الـ HMS وخلت لك أدوات منوعة وفعالة حتى تحمل التطبيقات بدل من متجر جوجل مثل Petal Search والApp Finder اللي خصص سيرفر كامل خاص للشرق الأوسط حتى تحمل التطبيقات والتحديثات بأقصى سرعة وبدون أي مشاكل. غالب العام من الناس ما راح يحس بأي فرق أو نقص بالتطبيقات بأي مجال. متجر هواوي أو الأب جالري أيضا موجود، وهواوي تدعمه بقوة وتحاول أن تضاعف أعداد التطبيقات الموجودة بيه وبسرعة. هنا بالواي 9 أي شفتوا شاحنة أم 40 واط بالباكيت، والبطارية بالجهاز تجي بسعة 4200 ملي أمبير. مدخل شحن هو من نوع تايب سي 2.1. هذه الشاحنة راح تعطيك 70% شحن خلال 30 دقيقة، يعني الواي 9 أي بالشحن هو مثل الميت والبي اللي سعرهم 3 أضعاف. بالواي 9 أي عندك 4 كاميرات، راح نراجع ميزاتهم من التصوير الليلي إلى الذكاء الصناعي والتثبيت الإلكتروني تفصيلا بالفيديو القادم. لكن وبسرعة مواصفات الكاميرات: عدستين، العدسة الأساسية بقوة 64 ميجا بكسل وعدسة ألترا وايد بقوة 8 ميجا بكسل، عدستين للماكرو والعمق اثنين هم بقوة 2 ميجا بكسل، عندك عدسة لكاميرا سيلفي منبثقة بقوة 16 ميجا. هذه صارت ستاندر في عالم الفئة المتوسطة ومجربة من سنتين وأكثر شوية، وما شفت أو سمعت أنه أحد اشتكى منها. هواوي بمواقعها الرسمية تأكد أن التقنية قوية جدا وتتحمل أكثر من 100,000 عملية غلق وفتح، وهذا برأيي أكثر من كافي لعدة سنوات من عمر الجهاز. كل هذه المواصفات اللي تلبي احتياجات أي شخص من أي عمر ولأي أداء، وبسعر يعتبر منافس جدا عند الـ $234 أمريكي أو ما يعادل 285,000 دينار عراقي. أتمنى أن تنتظرون تجربتنا الكاملة ومراجعتنا الشاملة للواي 9 أي قادم الأيام إن شاء الله. أشوفكم بخير وصحة وسلامة بالفيديو القادم، في أمان الله.